مين فينا ما قعدش يدور على ازاي يخس 10 كيلو في اسبوع، ولا ايه الدايت السحري اللي ينفع معاه، ولا ازاي يوصل لشكل الجسم المثالي من غير ما يتحرك من مكانه. دورنا على حاجات كتيره جدا، وفي حاجات نفعت معانا وفي اللي ما نفعش، بس واحنا بندور لكم بقى لقينا اغرب طرق الدايت اللي ما ظنش ان حد فيكم جربها قبل كده. انا فانا امام، وما تدورش ورانا. دراسة عملها فريق طبي في جامعة سيدني قالوا ان جزء من الوزن الزايد بتاعنا بيخرج مع الزفير، ولان عملية حرق الدهون هو عملية اكسدة، فلو اتنفست بعمق وانت بتاكل نسبة الحرق عندك هتزيد، لان نسبة الاكسجين اللي داخلها هتزيد. يبقى بعد كده لما تيجي تقعد على السفرة وانت بتاكل مع كل قطمة نفس عميق، اجمل هوا يدخل صدري والناس كلها نايمين. الانسان وهو بياكل ما بيبقاش شايف نفسه، عشان كده في دراسه قالت ان انت لما تاكل قدام المرايه نسبه الشهيه عندك هتقل التلت، لان لما هتشوف نفسك وانت بتاكل قدام المرايه نفسك هتتسد وهتشبع بسرعه. بتكسل تروح الجيم او ما عندكش وقت تلعب رياضه، عليك وعلى الابتسامه. مخ الانسان مش بيعرف يفرق ما بين المؤثر الحقيقي والمؤثر المزيف، فلما مخك يلاقيك مبتسم على طول هيبتدي يفرز هرمون السعادة أو السيروتونين، وده اللي بيساعد على زيادة معدل حرق الدهون. وده كلام دراسة اتعملت في جامعة كاليفورنيا، مش جايبين حاجة من عندنا. كل المتطوعين في الدراسة دي كانوا بيتفرجوا على أفلام كوميدي يومياً، وبالفعل لقوا زيادة في معدل الحرق عندهم. لا ده احنا نقضيها سخسخة يا جدع، امسك نفسك، امسكها معايا. الانسان عاده لما بيجيله صداع بيبقى عايز يربط دماغه باي حاجه، ودي بالظبط نفس الطريقه اللي بتنفع مع المعده. وفي خبير التغذيه قالت ان الست قبل ما تروح اي عزومه لازم تربط معدتها بحزام قماش، وقالت ان ده ليه تاثيرين. تاثير نفسي بيفكرك ان انت دايما عامله دايت علشان ما تنسيش نفسك قدام الاكل وتاكلي زياده عن اللي انت محتاجاه، وتاثير تاني جسدي لان الحبل هيمنع المعده من التمدد، فمش هنبقى قادرين ان احنا ناكل زياده عن اللي احنا محتاجينه. انا شايفه نجرب موضوع الحبل ده يمكن. حد فيكم خد باله ان معظم المطاعم بتعتمد اكتر على الالوان الجامده زي الاحمر والاصفر والبرتقاني، ومحدش خالص بيستخدم اللون الازرق؟ وده لان العلم اثبت ان اللون الازرق بيقلل في الشهيه، والابحاث كمان اكتشفت ان الانسان بياكل بنسبه اقل 33% لو كان محاط باللون الازرق، بعكس الالوان التانية الاصفر والاحمر اللي بتساعد على انها تزود الشهيه اكتر عند الانسان. معلمه الديناصورات وصلت. الطريقه دي ممكن تبان طريقه تعذيب شويه اكتر من انها طريقه دايت، لكن في دكتور في شيكاغو قال انه يستحسن البني ادم قبل ما ياكل الاكل اللي في طبقه يشم ريحه اكل تاني، وفعلا جرب الطريقه دي على 3000 متطوع، واكتشف انك كل ما تشم ريحه اكل تاني رغبتك في الاكل اللي قدامك هتقل. وقال ان المتطوع كان بيشم ريحه نعناع او موز قبل ما ياكل اكله، وده كان بيساعد في نقص الوزن. اخر نصيحه للدايت بقى هو انك تاكل بالراحه خالص، مفيش حد بيجري وراك، بالراحه لدرجه ان انت في القطمه الواحده لازم تمضغ 32 مضغ. الاكل بالراحه هيخليك تشبع بسرعه، بعكس الاكل بسرعه اللي هيخليك تفضل لسه جعان حتى بعد ما خلصت كل الاكل اللي قدامك. هل ممكن تجرب طريقه من الطرق الغريبه دي، ولا المحشي اقوى مننا؟